بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجة بقى بتبان في الجلوبال ادرس ليست، هيبقى ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة. اخر حاجة بتبان حاجة غاية في الاهمية، اسمها ايه بقى معلمين؟ اسمها البابليك فولدرز. اسمها ايه؟ احنا خدنا ماي كونتاكتس، خدنا الاكتف دايركتري كونتاكتس، خدنا الجروبس، خدنا الرومز لو احنا مكريتين روم اكاونت او روم ميل بوكس، تمام. خدنا اليوزرز، اخر حاجه عندنا البابليك فولدرز. طيب ايه بقى قصه البابليك فولدر؟ تعال الاول نتكلم يعني ايه بابليك فولدر واهميته ايه واستخداماته ايه والسيناريوز المختلفه اللي بكرت من خلالها بابليك فولدر، وبعدين نبدا نشوف ازاي نعمل ميل انيبلد بابليك فولدر، ماشي؟ وليه اصلا هنعمل ميل انيبلد بابليك فولدر، ماشي؟ كلمه بابليك فولدر، كلمه بابليك دي معناها ايه؟ بابليك معناها عام، تمام. ايام الاس اي لما كنا بناخد السيرفر بنشرح يعني ايه فايل سيرفر، كنا بنقول ان احنا بنشير نوعين من الفولدرات على الفايل سيرفر ده، البابليك والهوم. فاكرين البابليك دي حاجه عامه للاداره كلها، الهوم دي حاجه ريليتد باليوزر ده بس، صح؟ يعني لو احنا مثلا مجموعه الاي تي عايزين نشير مع بعض انفورميشن، بدل ما نستخدم فلاشات ونستخدم اسطوانات ونستخدم هاردات الكلام ده، بنعمل ايه؟ بيبقى عندنا فولدر اسمه اي تي موجود على الفايل سيرفر، تمام، كلنا واخدين بيرميشن عليه، فاي حد عايز يدي اي حد حاجه يبدا يحطها جوه البابليك اللي اسمه اي تي، والتاني يخش ياخدها، صح؟ وفي نفس الوقت برضو كان اليوزر له فولدر خاص بيه اسمه الهوم فولدر، ده كان وظيفته ان اليوزر بيبدا يحط فيه الكريتيكال داتا الخاصه بيه، تمام، جواه، علشان يبقى الكريتيكال داتا دي موجوده عندي على السيرفر عشان اقدر اعمل لها باك اب، بحيث انها لو ضاعت من عنده اقدر ارجعها له من الريستور، ماشي؟ ده كان ايه وظيفه البابليك والهوم بتوع الفايل سيرفر. مايكروسوفت قالت لك طب الكونسبت بتاع البابليك ده ظريف قوي، ظريف قوي ان الناس كلها تشير مع بعض انفورميشنز من خلال فولدر، تمام. فايه رايك بدل ما نحطه على فايل سيرفر نستخدم الاوتلوك، يعني نحطه جوه الداتابيس بتاعت الاكستشينج جوه ستور معينه مخصصه ليه، تمام، وكل الناس تشوفه من خلال الاوتلوك، ونبدا ندي بيرميشن عليه وتبدا الناس تشير الانفورميشن من خلاله، ماشي؟ فقلنا مثلا على سبيل المثال مثلا يعني جماعه الاي تي، جماعه الاي تي ها هنكريت لهم فولدر اسمه اي تي، جماعه الاتش ار هنكريت لهم فولدر اسمه اتش ار، جماعه السيلز هنكريت لهم فولدر اسمه سيلز، ماشي؟ والاي تي ده نفسه ممكن نقسمه النتورك وسيستم وداتابيز، ماشي؟ فده بقى حاجه اسمها بابليك فولدر، ودي حاجه اسمها بابليك فولدر تري، معايا كده؟ ونبدا ندي بيرميشنز للناس بتوع الاي تي بس ان هم يقدروا يحطوا كونتينتس او يملوا محتويات، تمام، جوه البابليك فولدر ده بطريقه ما. هنشوف البيرميشنز المختلفه، معايا كده ولا صعب؟ كلام جميل، ماشي. طب وبعدين البابليك فولدر ده هو مش هنحط جواه داتا؟ ده زي عباره عن ملفات مثلا، عباره عن ميلز، عباره عن اي حاجه. طيب المحتوى ده هو هنحطه فين؟ هنشيله فين؟ ها لابد ان هو هيتخزن جوه داتا فايل، داتا فايل يعني حاجه دوت اي دي بي، صح كده؟ فوانس ان احنا سطبنا الاكستشينج وقلنا له ان احنا عندنا اوتلوك 2003، فبيبدا يكريت لك حاجه اسمها سكندري ستورج جروب، لو تفتكروا جوه السيرفر كونفيجريشن، ادي السكند ستورج جروب جوه منها البابليك فولدر داتابيس، بابليك فولدر داتابيس، يعني المفترض اي بابليك فولدر هنكريته المفترض ان هو يتخزن جوه الداتا فايل ده. هي البابليك فولدر داتابيس دي بيسموها ريبليكا، بيسموها ايه؟ ريبليكا. ليه بيسموها ريبليكا؟ هو المقصود بكلمه ريبليكا هنا معناها ايه؟ حاجه هيحصل لها ريبليكيشن، فاهم؟ لان انا ممكن يكون عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي اكتر من اكستشينج سيرفر، يعني مثلا هنا اكستشينج 1 وهنا اكستشينج 2، ها مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ماشي، حلو. اكستشينج 1 دهوت المفترض ان هو عليه بابليك فولدر مثلا اسمه اي تي، حلو. مش وارد جدا ان في يوزر موجود عندي في الاي تي الميل بوكس بتاعه يكون على اكستشينج 2، صح؟
مش شرط يكون الميل بوكس موجود على اكسشينج 1. حلو. طيب اليوزر ده هو المفترض ان هو محتاج ان هو ياكسس الاي تي فولدر، صح؟ طب الاي تي فولدر دهوت موجود فين؟ موجود في ستورج، تمام، على اكسشينج 1، صح كده؟ اه. والستورج دي تحتوي على الستور اللي فيه البابليك فولدر، صح كده؟ حلو. طب انا اليوزر علشان يفتح الاوتلوك ويشوف الفولدر اللي اسمه اي تي يعمل ايه؟ هو كونكتد على اكسشينج 2، نعمل ايه؟ ها، بنجيب محتوى البابليك فولدر اللي اسمه اي تي ده كله ونحطه هنا، ناخد كوبي من هنا نحطه هنا، دي بيسموها ريبليكيشن، بابليك فولدر ريبليكيشن، ان تو اكسشينج سيرفرز يريبليكيتوا مع بعض البابليك فولدرز. ماشي، هو بابليك فولدر واحد بس خدت منه كوبي حطيتها هناك. طب حصل ابديتد في البابليك فولدر اللي اسمه اي تي اللي موجود على اكسشينج 1، يسمع امتى في البابليك فولدر اللي اسمه اي تي اللي موجود على اكسشينج 2؟ وقت الريبليكيشن. باي ديفولت لو انت مش مظبط ريبليكيشن انترفال، هو باي ديفولت بيريبليكيته كل 15 دقيقه. لسه هنشوف الكلام ده، مفهوم الكلام ولا صعب؟ حلو. طيب تعالى بقى، علشان تكريت بابليك فولدر بتكريته منين؟ بتيجي هنا في التول بوكس 2003، طبعا كان في اكتر من طريق، كان في حاجه اسمها كان تقدر تكريت بابليك فولدر من جوه الاكستشينج، تقدر تكريت بابليك فولدر من جوه الاي اي اس، لان في فيرتشوال دايركتوري اسمه بابليك لسه هنشوفه، تمام، تقدر تكريته من خلال حاجه اسمها الام درايف. فاكر الام درايف ولا ما تعرفهاش؟ ماشي. الام درايف دي باي ديفولت الداتابيز بتاعت الاكستشينج، سواء ميل بوكس سواء بابليك فولدر، تمام، بيخليك تاكسسها من خلال درايف بيظهر في ماي كمبيوتر اسمه ام او ان درايف، تمام. بس الام درايف دوت لازم علشان تظهره بتاديت حاجه في الريجستري، باص معين بتخش بتقول له ايه درايف ليتر في الريجستري كده ايكوال ام، فايه فبتبص تلاقي في ماي كمبيوتر ظهر عندك الام درايف، تفتح الام درايف تلاقي الميل بوكسز والبابليك فولدرز. ماشي. فاحنا هنشوف مع بعض بقى، لو دخلت هنا جوه التول بوكس بتلاقي في حاجه اسمها بابليك فولدر مانجمنت كونسول، بابليك فولدر مانجمنت كونسول معايا كده، هتفتحه. هاجي عند الكلاينت كمان في حاجه مهمه، هخش ادمنستريتور، هخش ادمنستريتور لان انا بالبروفايل بتاع الادمنستريتور اللي هو مايكروسوفت اكسشينج اكونت، تمام، اقدر ان انا امانج البابليك فولدرز بتاعتي، اقدر اكريت بابليك فولدر جديد، اقدر ادي بيرميشن على البابليك فولدر موجود، والبرميشنز اللي هتحطها على البابليك فولدر ما تقدرش تظبطها غير من خلال اوتلوك مايكروسوفت اوتلوك او من خلال باور شيل، مش من جوه الاكستشينج يعني. اه كلاينت بس نوعه مابي اللي هو مايكروسوفت اكستشينج اكونت. ماشي، تعال نرجع بقى للسيرفر. في عندي حاجه اسمها ديفولت بابليك فولدرز وسيستم بابليك فولدر، انا شغال على الديفولت. ماشي، رايت كليك على الديفولت كده واقول له نيو بابليك فولدر، معايا، واسميه ايه؟ تعال نبدا بالاي تي، صعب كده، واروح قايل له نيو. فبقى عندي هنا كده ايه؟ ها؟ بابليك فولدر اسمه اي تي.
بابليك فولدر اسمه اي تي. لو جبت البروبرتيز بتاعته هتلاقي ان هو ستورد في البابليك فولدر داتابيز اللي موجوده في الايه، في السكند ستورج جروب. مفهوم كده؟ كلام جميل. طيب ليميتس، هنا انت يمكن انك تحدد له كوتا معينه. عارف طبعا بابليك فولدر دهوت موجود في الداتا فايل، وفي ناس هتبقى واخده برميشن انها تبوست جوا ايتمز، صح كده؟ فاكيد حجمه بيتضخم، فمش معقول ان انا اسيب حجمه مفتوح على البحر. مفترض ان انا ايه، هايده بكوتا معينه، ماشي؟ طيب سيبك انت من الكوتا دلوقتي، لسه هنرجع لها. خلينا بس هنا دلوقتي الفولدر اللي اسمه اي تي ده بقى اليوزرز هتشوفه ازاي. ها اليوزرز هتشوفه ازاي؟ خلي بالك من الحته دي. لو انا جيت هنا عند الكلاينت، قفلت الاوتلوك وفتحته تاني، في هنا حاجه اسمها فولدر ليست، شايفها؟ لو دوست عليها بيظهر لك تحت حاجه اسمها البابليك فولدرز. لازم البابليك فولدرز دي علشان تظهر عندي يكون نوع البروفايل مابي اللي هو مايكروسوفت اكستشينج اكاونت. لحد دلوقتي احنا ما خدناش غيره، مايكروسوفت اكستشينج اكاونت. حلو كده؟ طيب لو فتحت هنا البابليك فولدرز هتلاقي في حاجه اسمها اول بابليك فولدرز. لو فتحت الاول بابليك فولدرز هتلاقي الاي تي ظهر عندي هنا. الاي تي ظهر هنا، ماشي؟ حلو. هو مين اللي كاريت الفولدر ده؟ هو الادمنستريتور، صح كده؟ اذا الادمنستريتور بياخد بيرميشن على البابليك فولدر. البيرميشن دهوت اسمه ايه؟ اونر. اسمه ايه؟ اونر. الاونر ده هو بقى يقدر يعمل ايه؟ ها بيرميشن دي لو قدرت تحفظها يبقى كويس، لو ما قدرتش تحفظها يبقى ايه، ها تخليها دايما معاك في ورقه كده وتقعد تظبط حالك منها، ماشي؟ الاونر ده بقى عباره عن ايه؟ ها عايزين نشوف بقى الاونر ده عباره عن ايه. بص لو تلاحظ ان انا لو وقفت على الاي تي ده وجبت البروبرتيز بتاعته هتلاقي فيه زرار اسمه بيرميشنز. معايا كده؟ هتلاقي ان الادمنستريتور واخد اونر، والديفولت يعني اي حد هيشوف الفولدر ده هو واخد حاجه اسمها اوذر. اسمه ايه؟ اوذر. تعال نشوف بقى الاونر ده هو يقدر يعمل ايه. بص يا سيدي، الاونر ده هو اللي هو اول بيرميشن عندي يقدر يعمل ايه بقى؟ ها يقدر يريد ويكرييت ويموديفاي ويديليت اول ايتمز جوه هذا البابليك فولدر. يريد ويكرييت ويموديفاي ويديليت يعني واخد فول كنترول. اول ايتمز يعني ايه؟ كلمة اول دي معناها اللي انا حطيتها جوه البابليك فولدر، او لو كان واحد تاني واخد بيرميشن انه يحط حاجه جوه البابليك فولدر، فانا شايف الايتمز بتاعته ممكن برضه اقلدها. لان ممكن اكون انا مدي بيرميشن لواحد ان هو يكريت ايتمز جوه البابليك فولدر ده، فانا لو انا اونر اقدر اقلد الايتمز بتاعتي وبتاعت غيري. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ طيب يقدر يعمل ايه تاني؟ دي اول حاجه. الحاجة التانية يقدر ان هو يتشينج البرميشن. تشينج برميشنز دي معناها ايه؟ يعني يقدر يغير الصلاحيات اللي موجودة على البابليك فولدر. يعني انا مش عايز اي حد يبقى اوذر، فانا ممكن اريموف. مش عايز انونيمس دي يبقى كونتريبيوتر. تشوف يعني ايه كونتريبيوتر؟ فكده مفيش غير الادمنستريتور بس هو الايه؟ الاونر. فبص الاونر يقدر يعمل ايه؟ ها كرييت ايتمز، كرييت سب فولدرز. يعني يقدر يكريت سب فولدرز. معايا كده؟ ها ايديت الاول، ايديت اول يعني ايديت الاول يعني ايديت الحاجه اللي هو مكريت اول دي، يعني الحاجه الخاصه بيه هو. ايديت اول يعني يقدر يكريت الايتمز بتاعت غيره. ده بالنسبه للريد. بالنسبه للديليت يقدر ايه بقى؟ ها يقدر يدلت كل حاجه، يقدر يدلت كل حاجه. وفي حاجه كمان، هو الكونتاكت بيرسون بتاع البابليك فولدر ده. يعني لو عايزين نكلم صاحب البابليك فولدر ده هو يبقى احنا بنخاطب فلان ده اللي كريته الاونر. ومن حقه ان هو كمان يعمل ايه؟ فيزابل للفولدر، يعني الفولدر يبان عنده في الاوتلوك. لان هنكستمايز دلوقتي الليله دي. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟
ماشي. يبقى نرجع تاني يقدر يريد ويكرييت ويموديفاي ويديليت اول ايتمز جوه البابليك فولدر ده، ويقدر يتشينج البيرميشنز ماشي، وهو الكونتاكت بيرسون معايا كده. واخر حاجه بقى يقدر كمان يكريت سب فولدرز، يعني ممكن الراجل اللي هو الادمنستريتور ده هو يقول ايه، ها يقول والله انا عايز اكريت رايت كليك كده، رايت كليك كده، ها نيو فولدر هسميه، هسميه مثلا نتورك، وهكريت نيو فولدر تاني هسميه مثلا، ها هسميه مثلا سيستم معايا كده. فقدر ان هو تحت الاي تي يكريت سب فولدر، كل ده علشان هو واخد الايه، ها واخد الاونر ماشي. طيب تعالى نرجع تاني للبرميشنز المختلفه. هتلاقي بقى في بيرميشن غير الاونر اسمه ايه، اسمه بابليشنج اديتور، بابليشنج اديتور. البابليشنج اديتور ده بقى يقدر يعمل ايه؟ بص يقدر يريد ويكرييت ويموديفاي ويديليت اول ايتمز. يبقى كده البابليشنج اديتور متشابه مع الاونر في نقطه، حلو كده. ويقدر يعمل ايه بقى؟ ويقدر كمان يكريت سب فولدرز. الله، امال ايه الفرق بقى؟ الفرق الوحيد ان هو ما يقدرش يتشنج البيرميشنز. فاكرين الفول كنترول والموديفاي؟ الفول كنترول والموديفاي هي الموديفاي فول كنترول بس جوه الفولدر، انما ما تقدرش انك انت تتشينج البيرميشن، ما تقدرش تيك الاونر شيب، صح كده؟ نفس الكونسبت بالظبط، عندي حاجه اسمها اونر اللي هي فول كنترول، بابليشنج اديتور دي تعتبر الموديفاي، يعمل كل حاجه ما عدا ان هو يقدر يغير البيرميشن نفسها بتاعه الفولدر او يتيك الاونر. ها مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي. فلو حضرتك هنا جينا وقفنا هنا كده على الفولدر ده اهوت، وقلنا البروبيرس، تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط. لو جينا هنا قلنا له احنا عايزين نتفرج على الحاجه اسمها البابليشنج اديتور، هتلاقي ان الراجل ده يقدر يعمل ايه، كرييت ايتمز، كرييت سب فولدرز، اديت اول، اديت اون، تمام كده. ها انما ما يقدرش ياخد الاونر بتاع الفولدر، وبما انه ما يقدرش ياخد الاونر بتاع الفولدر يبقى اذا ما يقدرش يتشينج البيرميشنز، فهم كده. انما يقدر يدلت كل الايتمز اللي جوه الفولدر ده. صعب الكلام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب تعال نشوف البرميشن اللي بعد كده ايه. ها هبص تلاقي ان كل برميشن بكتبه بيقل حاجه بسيطه. ها يعني بعد البابليشنج اديتور في حاجه اسمها اديتور. طب الاديتور ده يقدر يعمل ايه؟ ريد وكرييت وموديفاي وديليت اول ايتمز. طب وايه تاني؟ خلاص كده ما يقدرش يعمل حاجه تاني، يعني ما يقدرش يكريت سب فولدرز. الفرق ما بين الاديتور والبابليشنج اديتور ان الاديتور ما يقدرش يكريت سب فولدرز ماشي. فلو رحنا تاني على الاوتلوك هنا قلنا له فرجني كده على الاديتور، هبص لانه معلم على كله ما عدا كرييت سب فولدرز. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ ماشي حلو. البرميشن اللي بعد كده اسمه بابليشنج اوردر. البابليشنج اوردر تفتكر ها يقدر يعمل ايه؟ يعني ايه الناقص؟ يعني ايه اللي اقدر انقصه من الحاجات دي؟ ديليت. لا هو يقدر يدلت، يعني لما اجي اقول له ريد وكرييت وموديفاي وديليت، بس ديليت ايه بقى؟ ها اونر
بالظبط كده. ديليت اللي اليوزر بيكرييته، ذا يوزر كرييت، يعني اقدر ادلت الحاجات اللي انا ايه كرييتها جوه البابليك فولدر ده. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ بس البابليشنج اوفر يقدر يكريت ايه؟ ها سب فولدرز، كرييت سب فولدرز ماشي. البرميشن اللي بعد كده اسمه اوزر بس. اوزر بقى تفتكر ايه الفرق ما بينه وما بين البابليشنج اوزر؟ ها تشيل كرييت فولدرز، صح كده؟ يبقى انتوا كده فهمتوا الليله، صح كده؟ يبقى ايه؟ ها يقدر يعمل ايه؟ ريد كرييت موديفاي ديليت برضو ذا يوزر كرييت. معايا كده؟ تعالى كده نشوف الكلام ده على الاوتلوك. لو انا جيت قلت له بابليشنج اوزر، بص مفيش حاجه اسمها ها مفيش حاجه اسمها في الديليت هنا، مفيش حاجه اسمها اول اون اون بس. طب لو انا خليتها بقى اوزر يعني الحاجه اللي بيعملها هو ولا الخاص عموما؟ لا اون هو بيعملها اون يعني خاص بيه. تمام. طب اوزر الله يفتح عليك شال لك ايه؟ ها كرييت سب فولدرز. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ طيب ثم هم ايه؟ ثم هم ولا ده لسه؟ في حاجه اسمها بقى نون اديتنج اوردر، من اسمها كده باين نون نون اديتنج اوردر. دي معناها ايه بقى؟ ريد كرييت ديليت الايتمز بتاعت اليوزر من غير ما يقدر يعمل اديتنج، يعني من غير ما يقدر يعمل موديفاي، صح كده؟ يعني نقدر نقول دي كرييت ريد ديليت ايتمز يو كرييت items ماشي. في حاجه تانية اسمها ريفيور. ريفيور من اسمها كده معناها ايه؟ الله يفتح عليك ريد اونلي. في اخر بقى بيرميشن اسمه كونتريبيوتر. كونتريبيوتر دي معناها ايه؟ كونتريبيوتر دي معناها ظريف قوي، بيقول لك يكريت الايتيمز ماشي، يكريت ايتيمز، يحط ايتيمز جوه البابليك فولدر معايا كده، ويقدر يسند ميل للبابليك فولدر ده هوت لو البابليك فولدر ده هوت كان ميل انيبلد معايا كده، انما ما يقدرش يشوف محتواه، يعني ما يشوفش اللي جواه، يعني كانه بيعمل بيست على فولدر من بره، فاهم؟ يعني لو كان في يوزر حاطط جواه حاجه انا ما اقدرش اشوفها. مفهوم كده ولا ماشي؟ ده الكونتريبيوتر، دي معناها كرييت ايتمز. انا بكتبهم لك هنا علشان يبقوا باينين في الفيديو يعني ماشي، عشان ما تحتاجش ان انت تبص في الموقع. كرييت ايتمز اونلي، بمعنى ان الكونتينتس of the folder don't appear. وتقدر تسند ميل to mail enabled public folder. ماشي يا شباب؟ معناه ده كونتريبيوتر ما يقدرش يسد ميل للبابليك فولدر، ده ما يقدرش يسد ميل. لا يقدر يسد ميل طبعا، يقدر يسد ميل طبعا ماشي. ده اقل واحد،
يعني لو جينا هنا عند الكلاينت نون اديتنج دي هتلاقي انه ايه شايل اديت كرييت ايتمز بس صح. ريفيور هبص تلاقي انه ايه ها ريد بس هيشوف الفول ديتيلز بس انما ما يقدرش يكريت ولا يعمل اي حاجه. الفولدر فيزابل بالنسبه له. كونتريبيوتر فولدر فيزابل يقدر يكريت ايتمز انما ما يقدرش يشوف او ريد شايف ريد نون ما يقدرش يشوف الايه الايتمز بتاعت الناس الثانيه. طيب نون دي بقى معناها ايه ها مش واخد اي حاجه صح كده. طيب تفتكر انا بقى هنا الفولدر بتاع الاي تي يعني الفولدر بتاع الاي تي الادمنستريتور هو الاونر ماشي. انونيمس دي انا يعني معناها ايه اي حد لا نشيل الديفولت انه ايه الديفولت زي ما اتفقنا بيبقى ايه ها يبقى اوذر ده الديفولت صح كده. لا هشيل الديفولت انا مش عايز اي حد يشوف الفولدر ده. امال ايه انا هاد بس الناس بتوع الاي تي اد عشان عارفين ليه؟ عشان دوت ديستريبيوشن لو كنت بكريت السكيورتي طيب انا هيبقى كده هضطر ان انا ادهم بال يا احمد سرحان وايمن محسن ماشي هديهم ايه بقى ها هخليهم اونر او خليهم بلاش اونر هخليهم بابليشنج اديتور يعني يقدروا يعملوا كل حاجه جوه الفولدر من جوه انما ما يقدرش يغير البرميشن او يقدر يعمل ايه يدي لنفسه الاونر عشان لو حد عقله وز ولا حاجه. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ بابليشنج اديتور ابلاي اوكي حلو كده معايا كده. يعني انا دلوقتي هدخل احمد سرحان ادي ايه سرحان هيفتح هنا الميل بتاعه هيقول له فولدر ليست هيلاقي في حاجه اسمها ايه اول بابليك فولدرز اي تي صح كده صح كده تمام. غالبا الحاجه اللي انا بعملها ايه ببدا اقول له نيو ها بوست ان ذيس فولدر. بوست ان ذيس فولدر يعني انا عايز احط حاجه جوه الفولدر ده اهوت. احط ايه تفتكر احط ايه يعني مثلا تعالى هنا مثلا حاجه زي كده مثلا كوبي مش ادمنستريتور على الماشين بتاعته لا باشمهندس كريت ماشي. طيب انا عندي هنا على الديسك توب تمام دوكيومنتيشن معينه اسمها ايه كايرو تو ادنبرا في بي ان سيتنجز يعني السيتنجز اللي احنا مظبطينها عشان نربط فرع كايرو بفرع ادنبرا فاهم. دي دوكيومنتيشن صح كده. الدوكيومنتيشن دي المفترض ان كل الاي تي يطلع عليها علشان ان كيس مثلا عايزين نعمل سيناريو مشابه ولا حاجه نبقى شايفين او تحصل مشكله فنبقى شايفين السيتنجز كلها. فايه الحاجه المشتركه اللي كل الاي تي بيشوفوها؟ البابليك بتاع الاي تي اللي هو موجود في الاوت لوك بتاع كل الناس الاي تي تمام. فانا ممكن اروح اقول له هنا بقى ايه ها بالشكل ده اهو نيو بوست ان ذيس بابليك فولدر معايا كده وراح جاي قايل له اتاتش وجايب الديسك توب اختار البتاعه دي وراح قايل له بوست اسميها الاول ايه ها في بي ان او كايرو تو مثلا ادنبرا في بي ان وراح قايل له بوست حلو كده. فواضح ان احمد سرحان حط حاجه معايا كده. طيب عايزين نحط مثلا الدوكيومنتيشن بتاعه الفيلانز احنا مخزنينها في ملف اكسل بوست. عايزين نحط الدوكيومنتيشن بتاعه البورت سيكيورتي
مين واصل على انهي بورت على السويتش بوست وهكذا. فاذا دلوقتي لما تحصل اي مشكله واي حد من الاي تي عايز يطلع على دوكيومنتيشن معين يحل له المشكله دي هيلاقي عنده في الاوتلوك، صح كده؟ فاذا البابليك فولدر عباره عن ايه بقى؟ هو فولدر كومون، مجموعه من الناس شايفاه بيشيروا مع بعض انفورميشن معينه. ازاي احط فيه حاجه؟ بوست ان فولدر، بوست ان فولدر. وتعمل 2003 مش محتاج اعمل بوست ان فولدر، كان ممكن اخش من خلال ام درايف اشوف البابليك فولدر كوبي وبيست فيظهر عند الناس. دلوقتي بوست ان فولدر، وبرده بوست ان فولدر كانت موجوده في 2003 يعني، بس كان بقول لك ان طريقه الام درايف دي يعني. ماشي؟ صعب الكلام لحد دلوقتي؟ في اي مشكله؟ طيب كلام ظريف. البابليك فولدر ممكن يستخدم لهدف تاني غير القصه اللي احنا بنقول عليها. هو طبعا له سيناريوز كتير. السيناريو بقى الظريف قوي اللي الناس كلها بتتبعه غير الكالندر، قبل الكالندر في سيناريو تاني، تمام؟ اه بالظبط، السبورت ده مهم جدا. السبورت ده سبورت ازاي؟ فرضنا دلوقتي حضرتك الجماعه اليوزرز بتوعنا عندهم مشاكل، المشاكل دي علشان نحلها لهم لابد ان احنا نعرفها. فيوزر عنده مشكله يعمل ايه؟ يقول لي عليها وانا احلها له. ففي اكتر من طريقه، ممكن يبعت لك مين، ممكن يكلمك في التليفون، ممكن يخطفك من ايديك وانت ماشي، صح؟ لا احنا عايزين الموضوع يبقى منظم شويه. منظم شويه دي معناها ايه؟ ان احنا هنكري بابليك فولدر وليكن نسميه هيلب ديسك او سبورت، مفهوم كده؟ ونبلغ الناس، نقول لهم اي حد عنده مشكله يبعت المشكله بتاعته على الفولدر اللي اسمه سبورت. واحنا بقى كاي تي كلنا عندنا الفولدر اللي اسمه سبورت في البابليك فولدر بتاعنا، في الـ في الـ في الـ في الاوتلوك بتاعنا، صح كده؟ فكلنا نبدا نطلع على السبورت او مجموعه الهيلب ديسك يبداوا يطلعوا على السبورت ويحلوا المشاكل بتاعه الناس. فالموضوع بقى دوكيومنتد اولا، ثانيا الموضوع بقى منظم، صح كده؟ ثالثا اليوزر شايف ان احنا اداره محترمه وبنبدا ان احنا نتعرف على المشاكل بتاعتهم ونحلها لهم بطريقه محترمه، بدل ما الموضوع يبقى ماشي عشوائي كده ويخطفك من ايديك او يكلمك في التليفون، فاهم؟ صح كده؟ الموضوع بقى ظريف، بلس ان الاي تي مانجر بتاعك بيريفيو عليكم او بيعمل مونيتورنج عليكم، وتقدر تعمل كمان دراسه تشوف حجم المشاكل اليوميه اللي بتقابلك قد ايه، كم يوزر طلب مشكله، مش عارف ايه، بجانب كمان ان هو المشكله دي لو اتحلت تمام بيبقى معروف حلها ايه. لو كررت نفس المشكله عند واحد تاني خلاص بتظبط نفسك على طول، مش محتاج لسه تقعد تفكر في حلول، صح؟ فكل الكلام ده هو يتحقق لو احنا عندنا بابليك فولدر اسمه سبورت كل الناس شايفاه، وكل الناس بتبدا تبعت ايميلات لي، كل واحد يبعت ايميل بالمشكله. حلو؟ طيب فهو سهل ان احنا نكريت بابليك فولدر. ازاي نكريت بابليك فولدر؟ اهو بمنتهى البساطه ان احنا هنيجي هنا في ميل 1. القصه مش قصه كريت، يعني كريت سهل. باسورد اقف هنا كده، نيو بابليك فولدر واسميه ايه؟ سبورت، صح كده؟ نيو. طيب المشكله وما فيها بقى، الناس ازاي تبعت ايميلات على سبورت ده؟ يعني واحد عنده مشكله ازاي يبعت ايميل على سبورت ده؟ فاهم ولا؟ الديفولت بتاع اي بابليك فولدر انك تقدر تبوست جوه ايتمز، زي ما شفنا احمد سرحان كده حط الايه؟ الفي بي ان دوكيومنتيشن جوه الايه؟ لو انت واخد بيرميشن يعني، تمام؟ انما بقى انك انت تبعت ميل للبابليك فولدر ده وتتعامل معاه على انه شخص، فاهم؟ الديفولت بتاعها ان هي مش انيبلد الاوبشن ده. فلابد انك انت تعمل ايه بقى؟ تقف هنا على الديفولت بابليك فولدرز فيظهروا لك ايه؟ البابليك فولدرز اللي موجوده كلها. تقف على سبورت وتقول له ايه؟ ميل انيبلد. ميل انيبلد. حلو كده؟ وانس انك انت عملت له ميل انيبلد، يبدا اليوزر لما يفتح الاوتلوك بتاعه من ضمن الريسيبينتس اللي هتظهر في الجلوبال ادرس ليست حاجه اسمها الايه؟ بابليك فولدر سبورت. اهو فرجني كده على البابليك فولدرز هتلاقي سبورت. فلو يوزر معين عنده مشكله هيبدا يقول لك ايه؟ نيو تو سبورت. وسبورت ده مش شخص ولا ميل ولا ميل بوكس، ده عباره عن ايه؟ ها؟ عباره عن بابليك فولدر. يقول له مثلا ايه؟ اي نيد هيلب.
kindly install مثلا ادوب مثلا كذا ادوب بروجرام مثلا ايه في ايه قال في يا سلام على الدقه هي الدقه هذه الدقه ماشي ماشي ريدر مثلا اي حاجه ماشي واقول له سند واقول له سند ماشي ايه اللي هيحصل بقى ها كل الناس ما انا ممكن ما اخلوش فيزابل للناس انا ممكن ما اخلوش فيزابل للناس لما ممكن اخليه فيزابل للاي تي بس حلو كده صح صح تمام يجي بقى راجل الهيلب ديسك يروح جاي فاتح كل يوم الصبح ماشي بابليك فولدرز قول بابليك فولدرز سبورت في حاجه النهارده في سبورت اه ده في واحد اسمه احمد سرحان بيقول لك ايه كايندلي انستول ادوبي ريدر طيب ماشي تريبلاي تقول له اوكي مش عارف ايه فاهم فبقى عندك ايه ها بقى عندك دوكيومنتيشن عندك كام يعني تقدر تعرف في كام كول النهارده بس ما فيش صح ما بيجيليش الالارم لما يجي له ميل ما يجيلك الالارم ازاي يعني انا لما بيجي ميل على الميل بوكس بتاعي تمام ما بابليك فولدر ده اصل ده يا جماعه مش ميل بوكس ده فولدر يا جماعه ملهاش حل ان انا اعرف طيب كل شويه بقى تخش تشوف كل شويه تشيك مفهوم ماشي في كمان سيناريو ظريف قوي ممكن تستخدم البابليك فولدر من خلاله حركه ظريفه قوي انك انت تخلي البابليك فولدر عباره عن شيرد كاليندر يعني ايه شيرد كاليندر فاكرين احنا لما كنا بنقول هنعمل ميل بوكس لاكونت شخصيه اعتباريه نسميها ميتنج روم 1 صح واي حد عايز يدعو اي حد الاجتماع هو الميتنج روم 1 دي لازم يبعت الميتنج روم 1 بحيث ان احنا نعرفها ان احنا جايين نحضر اجتماع جواها بيتدخل عنصر بشري في الموضوع في شخصيه سكرتيره تكونكت على الميل بوكس بتاع ميتنج روم 1 تشوف الريكوستس المختلفه للميتنج وتبدا تهندل الكونفليكتس ده الكلام ده اللي احنا خدناه صح احنا ممكن نعملها بقى بطريقه اظرف من كده كمان بص بقى انا هكريت بابليك فولدر ركز معايا انا اقول له ايه اقول له انا عايز اكريت نيو بابليك فولدر بس البابليك فولدر ده هوت هسميه مثلا ميتينجز هسميه ايه ميتينجز الكونتينز بتاعته مش هتبقى عباره عن ميلز وبوست ايتمز امال ايه انا عايز البابليك فولدر ده يظهر عند الناس على هيئه كالندر على هيئه ايه كالندر ماشي وابدا ادي برميشن لمين هو ايه ده احمد سرحان هو على الاي تي هو فولدر الاي تي لا خلاص انا خش ادمنستريتور وابدا ادي برميشن لمين للسكرتيرات بس ان هم اللي يشوفوه يعني ده ما يبقاش فيزابل غير لمين للسكرتيرات بس مفهوم كده طبعا ينفع ادي برميشن صح زي ما اتفقنا مع بعض اخش هنا ادمنستريتور هو ده الاذان ولا الاقامه بصوا ركزوا معايا سوري اخش هنا على الليست فولدر فولدر ليست بابليك فولدرز اول بابليك فولدرز نيو فولدر واسميه ميتينجز واحط جواه ايه ها كالندر ميتينجز ماشي اهي حلو كده ماشي فانا مفترض النهارده ايه 25 مثلا يوم 27 الساعه 10 انا عندي مثلا في اي تي ميتنج ان روم 1 من الساعه كذا للساعه كذا ماشي وضع الناس بتاعتي عادي خالص ومفيش مشكله وسيف وسيف الكلام ده حلو فيجي بقى ايه
واحد تاني وليكن مثلا احمد سرحان او سكرتيره تانيه يعني، تمام؟ زي ما اتفقنا احنا هندي برميشن للسكرتيرات بس على البابليك فولدر اللي اسمه كاليندرز. يدخل مثلا، تدخل دبليو عزيز دي باسورد، دبليو عزيز دي عايزه تحجز للمدير بتاعها تمام ميتنج في نفس التوقيت. تفتح الاوتلوك، بتقول له فولدر ليست، بتبدا تكونكت على البابليك فولدر اللي اسمه ميتنجز. هتلاقي ان يوم 27 لما تيجي تحجز هتلاقي ان في اي تي ميتنج ان روم 1 في الوقت ده، فتبدا تسلكت وقت تاني، فاهم؟ فكل السكرتيرات اللي في الشركه كده ها قدروا ان هم يشيروا مع بعض ذا سيم كاليندر. حل ولا مش حل؟ حل، فاهم؟ كل الكلام ده حصل ليه؟ لان هم كلهم شايفين محتوى واحد، صح؟ المحتوى ده اسمه بابليك فولدر. اسمه ايه؟ بابليك فولدر. احنا لسه ما خلصناش البابليك فولدر.